المثال الرابع d f of x يساوي 3x أس 4 زائدا 4x تكعيب ناقصا 12x تربيع زائد 2. هذه المشتقة الأولى وهذه المشتقة الثانية من الدرجة الثانية. هسه أشوف النقاط اللي عدها المشتقة الثانية تساوي لي صفر حتى أرسم الإشارات وألاحظ نقاط الانقلاب. من يصير عندي هالشكل الدالة يفضل أنه أستخدم الكاركترستيك إكويجن لمعادلات الدرجة الثانية حتى أوجد جذورها. x يساوي ماينس b زائد ناقص b تربيع ناقص 4ac على 2a، حيث أن طبعا نعرف بس للتذكير b هو معامل x و a هو معامل x تربيع والc هو الحد المطلق. أعوض هنا يطلع عندي أنه x يساوي سالب 1 زائد ناقص جذر 7 على 3. وإذا عوضت ذني القيمتين اللي هما هسه راح يطلع عندي ماينس 1.22 و 0.55، إذا عوضتهم بالدالة أوجد نقطة y، راح يكون عندي نقطة y هذه الأولى للماينس 1.22 وهذه الماينس 0.68 للـ 0.55. هسه أحدد ذني النقاط على خط الأعداد وأرسم إشارة المشتقة الثانية. ألاحظ أنه قبل الماينس 1.22 الإشارة موجبة، إشارة المشتقة الثانية، بعدها الإشارة سالبة، وبعد الـ 0.55 الإشارة موجبة. إذن أستنتج من هذا أنه الدالة تكون مقعرة للأعلى ضمن الفترة من ماينس إنفينيتي إلى ماينس 1.22، و ضمن الفترة من 0.55 إلى إنفينيتي لأنه إشارة المشتقة الثانية موجبة، وتكون الدالة مقعرة للأسفل ضمن الفترة من ماينس 1.22 إلى 0.55 لأنه إشارة المشتقة الثانية سالبة. وبما أنه إشارة المشتقة الثانية تغيرت من موجب إلى سالب وبعدين من سالب إلى موجب، أو نفس الكلام بمعنى آخر جهة تقعر الدالة تغيرت عبر ذن النقاط، فإذا ذن النقاط نعتبرهن نقاط انقلاب. إذا الدالة f of x لها نقطتين انقلاب، الأولى هذه والثانية هذه النقطة. مثال آخر، إذا كانت الدالة y يساوي x تكعيب على 3 زائدا x تربيع على 2 ناقصا 6x زائدا 8 أوجد. أول شيء الكريتيكال بوينتس، النقاط الحرجة. إذا نتذكر النقاط الحرجة هي النقاط اللي عندها المشتقة الأولى تساوي صفر أو تكون غير معرفة. B the intervals in which the function increases and decreases، الفترات اللي عندها الدالة تتزايد أو تتناقص. اتفقنا أنه الدالة تتزايد إذا كانت تتزايد ضمن الفترة اللي بيها إشارة المشتقة الأولى موجبة، والدالة تتناقص ضمن الفترة اللي بيها إشارة المشتقة الأولى تكون سالبة. C الماكسيمم والمينيمم points values of y، و D الانتervals in which الفترات اللي فيها الدالة يكون جهة تقعرها للأعلى أو جهة تقعرها للأسفل، و E the inflection points نقاط الانقلاب. الحل، أول شيء الكريتيكال بوينتس للحل حتى أوجد نقاط الحرجة، أوجد المشتقة الأولى للدالة وأساويها بالصفر. هنا المشتقة الأولى أوجدناها x تربيع plus x minus 6 أساويها للصفر، فإذا يكون عندي المشتقة الأولى تساوي صفر، أما عند x يساوي ناقص 3 أو x يساوي 2. طبعا إذا عوض ذني النقاط بالدالة الأصلية مالتي أوجد نقطة y هذه كل واحدة منهما. إذا هذه النقاط اللي عدها الدالة المشتقة الأولى تساوي صفر، فإذا هي نقاط حرجة.
at x يساوي سالب 3 و x يساوي 2. ب تزايد وتناقص فترات تزايد وتناقص الدالة. إذا رسمت إشارة المشتقة الأولى على خط الأعداد، طبعا هنا المشتقة الأولى تساوي صفر، عد ناقص 3 وعد 2، ألاحظ إشارة المشتقة الأولى قبل السالب 3 تكون موجبة، بعدها تكون سالبة، وبعد 2 تكون موجبة. إذن من ماينس إنفينيتي إلى سالب 3 إشارة المشتقة الأولى موجبة، إذن الدالة تتزايد. من سالب 3 إلى 2 إشارة المشتقة الأولى سالب، إذن الدالة تتناقص. ومن 2 إلى موجب إنفينيتي إشارة المشتقة الأولى أكبر من صفر، إذن الدالة تتزايد مثل ما مذكور هنا عندنا. وواضح أنه لأنه إشارة المشتقة الأولى تغيرت من موجب إلى سالب، وهنا أيضا ضمن هذه الفترة تغيرت عبر الاثنين، تغيرت من سالب إلى موجب، إذن واضح عندي نقاط ذروة. النقطة الأولى هي نقطة عظمى maximum point عند سالب 3 x يساوي سالب 3، وعند الاثنين واضح أنه عندي minimum point. فإذا الدالة لها maximum value at x يساوي سالب 3 و y يساوي 43 على 2، هذه طبعا إذا عوضت بالدالة، إذا عوضت سالب 3 يطلع عندي ال y يساوي 43 على 2، والدالة لها نقطة صغرى minimum point at x يساوي 2 و y يساوي 2 على 3. أيضا ممكن نستخدم اختبار المشتقة الثانية حتى نوجد نقاط الذروة، أوجد المشتقة الثانية. إذا عوضت النقطة الأولى، النقطة الحرجة الأولى سالب 3 بالمشتقة الثانية، النتيجة سالب 5 أصغر من صفر، فإذا عندي قيمة عظمى للدالة آت X يساوي سالب 3. وإذا عوضت النقطة الحرجة الثانية 2 بالمشتقة الثانية، y دبل داش of 2 راح يساوي لي 5 أكبر من صفر، إذن يوجد عندي نقطة صغرى at x يساوي 2. أرجع مرة ثانية ألخص، مثل ما ذكرنا أنه يكون عندي نقطة عظمى إذا تغيرت إشارة المشتقة الأولى من موجب إلى سالب، ويكون عندي نقطة صغرى إذا تغيرت إشارة المشتقة الأولى من سالب إلى موجب. وأيضا عندي اختبار المشتقة الثانية لإيجاد نقاط الذروة، اللي مثل ما نتذكر إذا كانت مشتقة الدالة، المشتقة الثانية للدالة عند النقطة الحرجة اللي هي النقطة اللي عندها المشتقة الأولى تساوي صفر، إذا كانت إشارة المشتقة الثانية سالبة فعندي نقطة عظمى maximum value أو عفوا قيمة عظمى للدالة، وإذا كانت إشارة المشتقة الثانية أكبر من صفر فعندي قيمة صغرى للدالة. دي نقاط أو فترات تقعر الدالة concavity intervals. أوجد المشتقة الثانية للدالة يساوي 2x زائد 1، طبعا المشتقة الثانية تساوي لي صفر عندما x يساوي سالب نصف. هسا أرسم إشارة المشتقة الثانية على خط الأعداد، ألاحظ قبل السالب نصف إشارة المشتقة الثانية سالبة وبعدها موجبة، فإذا واضح مثل ما ذكرنا أنه منحنى الدالة يكون جهة تقعرها للأسفل concave down ضمن الفترة من minus infinity إلى minus نصف، والمنحنى يكون مقعر للأعلى concave up ضمن الفترة من minus نصف إلى infinity. وواضح بما أنه تغير جهة تقعر منحنى الدالة من
مقعر للأسفل إلى مقعر للأعلى. إذن عندي نقطة انقلاب عند x يساوي سالب نصف، وطبعا إذا عوضت السالب نصف بالدالة y رح أوجد نقطة y. فإذا النقطة هي سالب نصف ب y يساوي 133 على 12.